بيقدر عنده فليكسبيليتي انه يغير. يعني شفناه تقريبا هو المدرب الوحيد السنه دي في السيزون اللي لعب باكتر من تشكيل، لعب 3 4 3، لعب 4 3 2 1، لعب 4 3 3 صريحه على حسب المنافس. يمكن انا فاكر مباراه قدام مانشستر سيتي تقريبا هو الفرقه الوحيده اللي مسك الكوره على جوارديولا، اللي هو اخترع الموضوع ده ان هو يمسك كوره، او فكره التيكي تاكا اللي هي معروفه اللي هي مدرسه برشلونه. فتخيلي ان فرانك لامبرد مشروعه لازم اداره تشيلسي تفضل سايباه، وابتدوا ان هم يعملوا له تدعيمات، لان حضرتك عارفه ان كانت تشيلسي محروم من التعاقدات. اعتقد ان صفقه زياش، صفقه تيمو فيرنر مهاجم منتخب المانيا، صفقتين دول صفقتين محترمين جدا مع الشباب الصغير الموجود عند فرانك لامبرد. اعتقد ان احنا ممكن نشوف مشروع كويس قوي، زياده عليهم ان هو محتاج مدافع شخصيه قويه، مدافع عن شخصيه عنده خبرات، نشوف تشيلسي ينافس الفتره اللي جايه. طيب لامبرد قال ان المباراه بتعبر عن موسم تشيلسي، وقال ان هو يستحوذ ثم يستقبل هدف. بتتفق ولا بتختلف معاه في الراي ده؟ هو عايز يوصل رساله ان احنا عندنا مشكله، ان عندنا مشكله في الدفاع، ان احنا بنقدم كره حلوه وان احنا بنبقى مسيطرين، بس اوقات كتير قوي خسرنا نقاط بالمنظر ده. فهو كان بيدي مثال على المباراة الأخيرة إن احنا بنستحوذ وفي الآخر دخل جول. هو ده اللي حصل فعلا، هو قدر إن هو يعوض، وخدمته إن هو جاب جولين ورا بعض. فتخيلي إن هو يعني هو عايز يوصل رسالة إن هي دي مشكلتنا يعني، وإن هو هيحاول يعالجها يعني.